كما كنشوفوا حنا الان في الدوره ديال اكتوبر، دوره اكتوبر ديال 2023، الدوره اللي فيها واحد 97 نقطه في جدول الاعمال، هما نقاط كاين اللي فيها مهمه وكاين اللي نقاط اللي هي غير كنسميوها هنا نقاط ديال البني، واللي تحاول ان تناقش في هذه الجلسه الاولى الى 21 نقطه من اصل 97 نقطه اللي تم تحويل جميع النقاط للجلسه الثانيه. وهذا ان دل على شيء فيما يدل على عدم التوافق ديال هذه الاحزاب، ديال التوافق اللي كيسيروا مجلس المدينه فيما بينهم، لانهم مختلفين على مجموعه من النقاط، شيء اللي خلى ان النقاط تاجل حتى يجلسوا ويتوافقوا فيما. عندنا مشكل اخر اللي شفناه هنايا اللي انعكس هنا في دوره مجلس المدينه، وهو مشكل ديال مقاطعه سيدي بليوط. المشكل ديال مقاطعه سيدي بليوط اللي هو هذه تقريبا سنتين وحنا تنعيشوه، وكاين واحد شبه بلوكاج اللي كيقوموا به مجموعه من العناصر اللي كينتميوا للتحالف مع الرئيسه اللي هي جزء من التحالف. الغايه ديالتها هو ان النتيجه ديالتها هو ان المواطنين هم المتضررين، واللي خاصو نورمالمون يكون هو هذا التحالف هذا يكون واحد الدعامه قويه للمجلس والمكونات، هذه المكونات ديال المجلس اللي هي توافق بالاجماع اللي درنا فيه هنا كرئيسه ودرنا النواب ودرنا لجان. فاذا به الاخوان اللي كاينين معنا ولاو كيتراجعوا على الافكار ديالهم، ما بقاش كيسلكوا هذه المسائل. هناك مجموعه من المطالب ما هياش، دخلنا في متاهات قانونيه ولا البلوكاج على مستوى من الاجهزه ومن المؤسسات ومن من الدورات ومن اللجان، شيء اللي داك الشيء كينعكس على الاداء والعطاء ديالنا للمواطنين. اللي كنتمنى هو ان العمليه تم ان الاحزاب تحمل مسؤوليتها وتعيط على الناس اللي تابعين لها في اللوائح ديالها، وتحمل لان المتضرر على المستوى المحلي ما كايناش شي حاجه سميتها تحالفات كبيره، كاين تحالف هو على المواطن اللي خصنا اننا نقضيو له المصالح ديالو. الا غير هادشي فاننا تنضروا المصالح وكنبقاو في صراعات اللي هي تنوع صراعات حزبيه واللي ما غتنفع حتى شي حاجه. هاد الوقفه احتجاجيه هو نتيجه ديال الدوره، هاد الدوره اللي كانت في مجلس مقاطعه سيدي بليوط، واللي اعضاء فيها اعضاء من المكتب اللي حطوا عناصر يعني ديال السي دي دي الاخير، حطوه بالحذافير ديالو الليله قبل، ومن بعد انهم كيتراجعوا كيصوتوا ضده، يعني هما اللي تيحطوا السي دي دي هما اللي كيصوتوا ضده. اذا المشكل كاين هما في التحالف، رغم ان سبق لنا ان الناس سمعنا بانهم جلسوا مع بعضياتهم، وكنا كنقولوا بان التحالف لا يعنينا، ولكن الا كان كيدعم المسيره ديال السي دي دي فمرحبا به، انهم هما راه الا تجمعوا كاملين راه كيشكلوا 21 عنصر، وبالتالي حنايا ما كنشكلوها واحد الاقليه قليله، وحنا هذه الاقليه قليله اللي ما داخلش التحالف هما اللي كنحاولوا اننا نصمدوا وندعموا الرئيسه وندعموا مقاطعه سيدي بليوط وندعموا الساكنه باش المصالح ديالها تبقى تستمر. الحل عند الاحزاب، خاصهم يتحملوا مسؤوليتهم، لان ما يمكنش تكون حزب مصيفط الناس لشي مقاطعات وعاطيهم تزكيه، وما يمكنش له انهم وما يمكنش لهم انهم يتحملوا المسؤوليه. التحالف كما كنعرفوا هو كاين على الصعيد الوطني، بعد ما خرجت تشكيله ديال البرلمان وعطات اغلبيه ديال ثلاثه الاحزاب وجمعوا ما بيناتهم وتوافقوا، هذا من حق ديالهم، وديروا واحد الحكومه. هذه الحكومه هذه اللي بقات اشتغلت، العطاء ديالها من العطاء ديالها راه المواطن هو اللي تيقول راه هذا الغلاء وكذا المشاكل اللي كيتخبط فيها المواطن كيبين واش هاد الحكومه ولا هاد التحالف عطى بدائل وما عطاش بدائل. مع كل اسف والخطا اللي وقعوا فيه الاخوان هو ان ديك التحالف نزلوا داروا له تنزيل على المستوى المحلي، وهذا هو الغطاء، لان المحلي اللي تحكم فيه ماشي التوافقات الوطنيه، بل كيتحكم فيه متطلبات وحاجيات ديال الساكنه اللي مفروض على جميع المستشارين انهم يخدموا لصالح هذا المواطن بغض النظر على التلاوين السياسيه ديالهم. هذا الشيء هو اللي ما تعطاش، والشيء اللي خلى البلوكاج في مدينه الدار البيضاء والبلوكاج في المقاطعات. العمده نفسها حتى هي طايحه في ضغوطات مع المجلس ديالها ومع التحالف ديالها، وهذا الشيء كيبان في التدخلات نقط النظام اللي كانت اليوم كلها تتشير بان نقط النظام ما كانش متوافق حولها، بان كاين بعض النقط اللي تدرجوا، كاين بعض الاشياء اللي كتميل الاشخاص دون الاخرى. يمكن في الاخير الليله ديال المجلس كيديروا بعض اللقاءات باش يحاولوا يجمعوا، ولكن داك الشيء كيبقى ديما غير كان الازمه تنحاولوا نهربوا بها لقدام. الدار البيضاء باقا واقفه وما كيباناش شي مسائل اللي يمكن لنا انها تبان لنا بان الا المشاريع الملكيه هي اللي غاديه بها الدار البيضاء. من غير المشاريع الملكيه فالدار البيضاء هذا المجلس ما دار شي حاجه ديالته، فالامور اللي كدار هي ديال المجالس السابقه والمشاريع الملكيه. ولاحظتم اليوم ما جرى في هذه الجلسة ديال مجلس مدينة الدار البيضاء، أنه جينا كأعضاء ديال مجلس مقاطعة سيدي بليوط باش نبرزوا
سيدي بليوت والمشاكل ديالها. عندنا عده مشاكل في مقاطعه سيدي بليوت. ابدا بانه حسب التركيبه هناك 30 عضو، كان في الاول كل شيء اغلبيه، ما عداش المعارضه، على اساس اننا نمشيو جميع بالقطار ديال سيدي بليوت الى بر الامان. فاذا به في الطريق تبين ان الرئيسه تريد ان تسير لوحدها، عندها تسيير انفرادي، وتبين هذا التسيير الانفرادي بانه عشوائي، لو كان غادي في الطريق صحيح ما غادي يتكلم حتى شي واحد. اذا هذه مشاكل كبيره في سيدي بليوت، اننا كاعضاء لنا الحق في التدخل في التسيير. كيف ذلك؟ تبقى للقانون منظم، القانون المنظم تيعطينا كاعضاء اننا نتقدموا بمقترحات ديال النقط في جدول الاعمال. قمنا بذلك عده مرات، تندير مراسلات حول ادراج بعض النقاط بجدول الاعمال. مرة لا تستجيب لهذه المراسلات، رغم أنها هذه النقاط تدخل في صميم عملنا وتهم المواطن. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أننا طلبنا بمناسبات أن نقيموا دورة استثنائية فيها نقاط، فيها واحد جدول أعمال معين أننا تخدم مصلحة الساكنة، فإذا بها ترفض رفضا تاما. إذا كيف يمكننا أن نتعامل مع هذه الرئيسة التي لا تمشي في الطريق الذي يخدم مصلحة السكان؟ بعد ذلك درنا مراسلات. هناك اختلالات في التسيير، وهناك خروقات كاين قانون منظم يجب علينا جميعا ان نحترمه، لم تحترمه الرئيسة، فقمنا نبهنا بذلك داخل الدورة. ثم درنا مراسلات للجهات المعنية، اعني بذلك السيد العامل، السيد الوالي، وزير الداخلية، ذهبنا الى حد المجلس الجهوي للحسابات والمجلس على الحسابات، وتنقولوا مشاكل خروقات قانونيه، وهناك اختلاس ان لا يمكن الرئيسه ان تضع يدها على مال الجماعه، لا يمكن ان شركه ما تاخذ واحد الاموال بدون ان تقدم خدمه للجماعه، وهذا ثابت في سجلها. اذا تنتظروا الجواب من عند من يعنيهم الامر، السلطه المعنيه، اننا تجاوبنا ودير لنا حل لسيدي بليوت، والا راه غادي يكون تصعيد وغادي نوصلوا الى ما تحمد عقباه. يعني لا يمكن ان نسير بهذه الوتيره. مقاطعه سيدي بليوت هناك مجلس صوري، ما يمكنش يكون مجلس صوري، مجلس يتفاعل مع القضايا ديال الساكنه، وعندنا عده مشاكل تهم الساكنه يجب ان ننكب عليها ونحلها جميعا. هذه لا نسميها وقفه احتجاجيه، هي تنبيه باش السلطات المعنيه تاخذ بعين الاعتبار سيدي بليوت راه كائن من الكائنات ديال جماعه الدار البيضاء. كاين 16 مقاطعه، مقاطعه سيدي بليوت من اهم المقاطعات ديال الدار البيضاء من بين 16، راه عندها مكانتها وهي المركز ديال الدار البيضاء، هي وسط المدينه، يجب ان تؤخذ بالاعتبار. لا يمكن اننا كاعضاء نراسلوا الرئيسه ما تجاوبناش على المراسلات، ننبهوها على الخروقات لا تعيرها الاهتمام، نكتبوا للسلطات اللي هي فيصل بيننا، هي الحكم بيننا، تستجبش هذه المراسلات ديالنا. اذا يجب ان ننتبه الى سيدي بليوت حتى لا نصل الى ما لا تحمد عقباه. انا كنت بالمجالس السابقه، يعني تقريبا هذا المجلس الخامس، هناك فرق كبير بين هذا المجلس والمجالس السابقه، اقولها بكل صراحه، لان كنا ولو كانت المعارضه، كانت المعارضه عندها واحد الدور، عندها واحد الدور ويسمع لها ويؤخذوا على الاعتبار تدخلها. هنا السيدة الرئيسة لا تعير أي اهتمام لأي كان، تشتغل مع الموظفين فقط، والأعضاء كأنهم يجيوا الدورة ثلاثة مرات في السنة، صافي يجيوا فقط الدورة، وإذا كان شي تصويت يصوتوا، إذا كان هذا شي آراء يقولوها، ولكن لا تؤخذوا بعين الاعتبار. ولعلمكم أن الحساب النفقات اللي جرى في هذا سبتمبر، وهي المناسبة ديال سبتمبر، هي المناسبة ديال حساب النفقات، أنه تم رفضه من طرف المجلس، وهذه سابقة في مقاطعة
تحت سيدي بليوت لم يكن، كان ولو تتكون المعارضة تتم قبول هذاك الحساب النفقات وتتصوت عليه بالإيجاب، الآن تم عليه تم رفضه ذلك لتعنت الرئيسة لأنها وضعت لنا حساب إداري وأرادت أن نصوت عليه بالإيجاب دون مناقشة، وهذا لا يتماشى مع الدور ديال مقاطعة سيدي بليوت بمدينة الدار البيضاء. نعم، المصير ديالو دابا من هناك إشكال، هناك إشكال لأن كاين هناك خروقات، المجلس قرر على أنه هذاك الجلسة تكون نهار 2 أكتوبر، فهي بقدرة قادر غيرت هذاك التاريخ ودارته يوم الأربعاء 27. هناك كلام وربما للسلطة المحلية أنها تفصل في الأمر، وإحنا غادي نلتجئ للمحكمة الإدارية على أساس أن تقولنا هذه الجلسة هل هي قانونية أم غير قانونية، والمحكمة هي التي ستثبت في ذلك. نعم، ولات عقدات عاوتاني وتم الرفض ديالو عاوتاني نهار 27. هنا كاين واحد المسألة، أنه كما تعلمون أن هذا الحساب النفقات ديال 16 مقاطعة تيجي لمجلس المدينة، ومجلس المدينة هو اللي تيصوت عليه، لأن ما يمكنش نخليو مقاطعة بدون اعتمادات، تنعتمدوا واحد حساب النفقات ولو تيتم الرفض ديالو تيتسجل سياسيا أنه ترفض، ولكن في الممارسة تيمكن ما تيمكنش نخليو المقاطعة بدون حساب نفقات فين يمكن يصرفوا بعض النفقات الإجبارية. إذا هذا هو اللي تيتخذ بصفة عامة. يعني لا توافق هنا في مجلس المدينة صافي. بطبيعة الحال تيتخذ بعين الاعتبار، ولكن تتسجل على أنه تم رفضه من طرف المجلس. يعني دابا الحل هو المحكمة الإدارية. المحكمة الإدارية ستفصل في ذلك هل الجلسة غير قانونية أم غير قانونية، ونحن نقول بأنها الجلسة أو الجلسات ديال هذه كانت غير قانونية. باش يوصلك جديد فيديوهات الأنباء تيفي، تابونا معنا فلاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.